أنت تتصفح أكاديمية التداول لدى إيثورو. لا تنسى أن تسجل أعجابك وتترك تعليقا وتشترك في قناتنا. مرحبا بكم جميعا. هناك الآلاف من الأصول المالية المختلفة ضمن العديد من الفئات للتداول على منصة إيثورو. دعنا نتعرف عليها على نحو أفضل. لنبدأ بالأسهم. تقدم سوق الأسهم العديد من الفرص للمتداولين. يتأثر كل سهم بأحداث السوق المختلفة، وقد ترتفع قيمته أو تنخفض إثر البيانات المهمة مثل تقارير الأرباح وإصدار المنتجات الجديدة والتغيرات التي تطرأ على أسعار أسهم الشركات المنافسة. على منصة إيثورو يمكن للمستثمرين الاستثمار في الأسهم دون تكبد عمولات. هناك نوع آخر من الأصول قد أصبح شائعا للغاية في السنوات الأخيرة، وهو العملات الرقمية. بعد أن كانت مجرد مصطلحات غامضة إلى حد ما، أصبحت البيتكوين والإيثريوم أسماء مألوفة بين العديد من المتداولين. تقدم إيثورو أيضا واحدة من أقدم الممارسات في العالم، التداول على السلع. ما يميز السلع حقا هو أنها تمثل موادا خاما حقيقية، بدءا من مصادر الطاقة مثل النفط، إلى المواد الأساسية مثل القطن والكاكاو، إلى المعادن الثمينة مثل الذهب والبلاتين. فإن السلع هي المواد المستخدمة في جميع أنحاء العالم يومياً، وبالتالي فإنها تتأثر أيضاً بأحداث العالم الحقيقي. تتيح سوق صرف العملات الأجنبية أو سوق الفوركس العديد من فرص الاستثمار، فهي أكبر سوق في العالم من حيث حجم التداول، وتبلغ في المتوسط ما يزيد عن 6.5 تريليون دولار يومياً. كما أنها أيضاً تشهد سيولة كبيرة للغاية، وذلك بسبب التغييرات التي قد تحدث في ثوان معدودة. صناديق الاستثمار المتداولة ATF هي أدوات مالية تتألف من العديد من الأصول التي يتم جمعها معا لتكون بمثابة صندوق واحد. يتبع كل صندوق استراتيجية سوق معينة أو مؤشرا محدد، وتصمم صناديق الاستثمار المتداولة لتناسب احتياجات التحوط لمؤسسة مالية معينة أو لكي تمثل خيارا منخفض المخاطر للمستثمرين. لكل سوق أسهم رئيسية في جميع أنحاء العالم هناك مؤشر أو عدة مؤشرات تعكس صحة قطاع محدد من السوق، وتعتبر المؤشرات أكثر استقراراً مقارنة بالأسهم الفردية، وذلك لأنها تضم العديد من الأصول المختلفة التي تميل إلى تحقيق التوازن بين بعضها البعض. يمكن شراء كل أصل من الأصول أو التداول عليها أو الاستثمار فيها عن طريق تسجيل الدخول إلى منصة إيثورو والنقر على أسواق التداول واختيار الأصل المطلوب والنقر على زر تداول. ذلك كل ما في الأمر في الوقت الراهن.